السلام عليكم، نكمل اللكتشر الثانية. اللكتشر الثانية أولها تقريبا هيبتدي سبخازين، بس بيوريك شكل ال N node و P node في حالة ريكسترينسك، يعني في حالة انت N type ولا P type. ايه اللي هيفرق؟ لو بصينا كده اللي هيفرق عندنا ان انت في الرسم الأولانية ان ال E فيرمي في نص ال band gap اللي هو ال EI، فالجزء اللي باين لك من اول اي سي لغايه انفينيتي او من اول اي في لغايه نيجاتيف انفينيتي تقريبا نفس الاريا، الجزء ده هو نفس الجزء اللي فوق. طب في حاله الان تايب الاي فيرم اللي عندك هيبقى قريب من الكونكشن بين، فكأن الرسومات دي كلها هتتشفت لفوق، فالجزء اللي هيبان فوق الاي سي هيبقى اكبر بكتير من الجزء اللي هيبان من اول الاي في، عشان الرسومات كلها اتشفت لفوق. عشان ليه شفتت لفوق؟ عشان الـ E-firm الـ probability عندها بنص، فكأن ده الـ center بتاعك اللي بترسم من عنده الـ probability، فهتلاقي الرسم الجزء اللي فوق area كبيرة لكن الجزء اللي تحت area صغيرة. فده هينعكس لما تيجي تضرب الـ probability function في الـ states، هتلاقي الرسمة بتاعت الـ N-node زادت عشان تضرب الـ N of E في الجزء الكبير اللي باين لك فوق الـ EC. لكن ده هينعكس بالعكس في الـ P-node، تيجي ترسم الرسمة دي في ال F B في E، وال F B في E الجزء اللي باين في ال تحت ال E V جزء صغير جدا قريب أوي من الصفر، فلما تيجي ترسم دي مع دي فتقريبا ال B node هيطلع كام؟ ال area صغيرة جدا مقارنة بال area اللي فوق، ده في حالة ال N node أو ال B node أو في حالة ان انت N type. في ال P type بقى من غير ما ارسمها هتلاقي ان ال E فيرمي قريب من ال EV، فالرسومات كلها هتتشفت لتحت، فالجزء اللي هيبان بال EV هيبقى اكبر بكتير من الجزء اللي هيبان بين ال conduction band. فلما تيجي تضرب الرسمة دي في الرسمة دي يبقى ال P node هي اللي كبيرة، بينما ال N node ايه هتطلع صغيرة. فده بيبين لك يعني ان في ال N type او ال P type N node اكبر، سوري N node اكبر من P node، او ال P node اكبر من N node في ال ايه في ال P type. بس هو ده الرسومات اللي هو رسمها هنا، ودي المعادلات، ودي البي تايب نفس الكلام، رسومات البي نوت اكبر من الان نوت. تمام، طيب دي كلها المعادلات. جينا هنا في الرسمة دي هو مجرد بس بيقول لك ايه في الشكل ده، بيقول لك الالكترون دينستي او ان يعني او ان نوت مع التمبريتشر شكلها هيبقى عامل ازاي. لما التمبريتشر تكون قليلة أو وسط، أو كل ما التمبريتشر زادت في كيرف كمان هو رسمه، يعني الكيرف الأزرق ده رسمة الـ N node ماشي، أو بتتغير زي ما عدتي. يعني الكيرف المنقط ده الأسود ده رسمة الـ N I، بتتغير زي ما عدتي برضه خلاص. فتعال بس ايه نشوف شوية حاجات هنا كنت بتباها. أيوة، انت في الـ N طيب الـ N node بتساوي الـ P node بلس الـ N دي بلس، تمام، دي المعادلة بتاعت الـ A في الـ انتبت في الـ N type. فالتي لما تكون قليلة جدا، تي لما تكون قليلة جدا مفيش ولا روابط مكسورة، مفيش أي بي نوت، بي نوت تعبر عن الروابط المكسورة يعني، مفيش أي بي نوت، ونفس الكلام مفيش أي N دي بلس، انت مفيش أي درجة حرارة خلت لك الدونر حصل له ionization، فمفيش أي electrons خارجة من الدونر atoms اللي انت حطيتها أو من الروابط المكسورة، مفيش دي ولا دي، فتلاقي الـ N node تقريبا بصفر او برقم قليل جدا. فدي بنسميها فريز اوت ريجن، فريز اوت يعني كل حاجه حصلها فريز، مفيش اي حاجه ايه خرج اي الكترونز. فهتلاقي ان في الرسم هنا الجزء اللي مكتوب عليه فريز اوت ريجن ان الـ N node هيبدأ من الصفر، وكل ما تزود الـ T كل ما الـ N node تبتدي تزيد شويه تزيد شويه تزيد شويه لغايه ما تخش في من اول 100 كيلفن كده، هتلاقي انت دخلت في الجزء اللي الـ N node هتساوي N دي بلس، ان تقريبا بين ال 200 و 500. طبعا الكلام ده الارقام دي على السيليكون اتوم او سيليكون، سوري سيليكون كريستال، فاي ماده تانية الرينج ده كده هيتغير ماشي. فالكلام ده على الايه على السيليكون كريستال. فانا بيقول لك لما التيم بين 200 ل 500 لان نوت تقريبا هتساوي ان دي بلس، اللي هي لو هو مديلك 10^15 هو انا كاتبها على الكيرف، لان ان دي اللي انت حاططها 10^15. احنا ساعتها عنا في سيكشن ان في الرينج من في الرينج اللي هو 200 و 500 كيلفن، ان هنعتبر ان كل الدونر اتومز حصل لها ionization، وان البي نود تقريبا لسه برضو محتاجة طاقة او محتاجة تمبريتشر اكبر علشان تقدر تكسر الروابط. فالان نود هتساوي تقريبا ان دي بس في 10^15، ودي ايه اللي بنسميها الاكسترينسيك ريجن، انت ان تايب.
هتلاقيه الكيرف واقف عند 1 × 10^15. السكيل ده هو قالك من 0 لغاية 3 × 10^15. فهي 1 معناها 1 × 10^15، 2 × 10^15 لغاية 3 × 10^15. فدي واقفة عند 1 × 10^15. لأن النقطة تفضل ثابتة على 1 × 10^15 لغاية ما التي تزيد عن 500 كلفن. لو لاحظنا كده ان التي من اول 400 كلفن، هتلاقي ان ان اي عمالة تزيد، صح؟ احنا قلنا ان ان اي فانكشن في التي، وكل ما زود التي كل ما ان اي هتزيد. فهو رسم لك بقى ايه كيرف ابتدى يطلع تاني، كيرف النقط ده، ان ان اي لما التمبريتشر هتزيد ان ان اي هي كمان هتزيد. ايه معنى ان اي هتزيد؟ ان البي نود زي ما قلنا في السكشن ان التي لما هتزيد ان ان اي هيزيد، يعني معنى كده عدد الروابط المكسورة هتتكسر اكتر. فالبي نود دي هيبقى ليها فاليو كبيرة، وكل ما زود التي كل ما يبقى ليها فاليو اكبر، لدرجة ان البي نود ممكن تزيد عن ان دي بلس. فانت ممكن تعمل ان دي بلس جنب البي نود، فتلاقي ان نود تقريبا بتساوي البي نود، فالمادة ترجع تاني انترنسيك. ان نود تساوي بي نود بتساوي ايه؟ ان اي عند التمبريتشر انت واقف عندها. طبعا انت هتلاقي هنا ان بدايتك من 500، هتلاقي كل ما زودت التي كل ما ان نقطة تقرب من ان اي لغاية ما تقريبا يعني هتحاول توصل لها الحتة دي الايه الجزء بتاع الانترنسيك ريجن. فالشكل ده هو مجرد بيوريك الالكترون كونسنتريشن. طبعا الالكترون تمبريتشر دي الكلمة دي غلط، هو يقصد الكترون دينستي او الالكترون كونسنتريشن versus الايه تمبريتشر. تمام، ده مين؟ ده الرسمة دي. احنا كده خلصنا lecture 2، تعال نشوف lecture اللي بعدها، او نقف الفيديو لغاية كده نخش في lecture اللي بعدها علشان يعني السايز مبقاش كبير.